جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: بالنسبة للميت يا شيخ، هل يصل الميت ثواب الأعمال التعبدية التي لم يرد فيها نص أو لم يرد فيها نص كقراءة القرآن والذكر والاستغفار؟ الاستغفار ورد فيه نص: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات، وكذلك الدعاء له ينفعه ذلك بإذن الله، وكذلك الصدقة عنه، وكذلك الحج والعمرة الذي ورد فيها أدلة أنها تصل إلى الميت إذا تقبلها الله عز وجل. وما عدا هذه الأمور فلا دليل عليه، ومن ذلك قراءة القرآن ليس عليها دليل أنها تهدى ثوابها للميت. نعم.